اسمي فهد زياد حسن بكر، عندي أسرة 10 أنفار، عمري 39 سنة. أنا صياد أبا عن جدا في البحر اللي 28 سنة. احنا الصعوبات اللي بنواجهها في مهنة الصيد، البحر مسموح لنا لستة ميل، في الستة ميل ما فيش السمك اللي يجي كفاية حتى نطلع مصروفنا ومصروف أولادنا، حتى نجيب قوت أولادنا بمعاناة، ويا ريت قادرين نجيبها. يعني احنا تقريبا بيجي 3000 صياد بنشتغل 6 ميل بعرض 25 كيلو، وهذا مش كافي، مش كافي لا 500 صياد، مش كافي ولا 200 صياد. لما بيبقى فيش سولار نقعد احنا لا بنروح ولا بنيجي، ولما بيفتحوا لنا الطريق يفتحوا يعبروا لنا السولار بالقطاره بنعبي يوماتي. يعني اول يوم معبينا صرحنا، ثاني يوم ما بنلاقيه. قبل الحصار بقت عيشتنا حلوة، ونروح على 13 ميل ونصيد سمك كبير وسمك صغير، والحمد لله كانت الحمد لله كويس. يلا يا شباب جهزوا حالكم. هيلي 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 والله شباب، وزن الحصار هذا صفى البحر معانا ما يجيهوش 10 شيكل او يرجع لورا 10 شيكل. فانا من يومة الحصار يعني وزل الحصار هذا اللي صار علينا، المركب اللي كان عندي انا كمان بعته، وهلقيت انا صرت اعمل من مركب 20 متر لحسكة 7 متر. هيلي هيلي والله هاتوا صلي والحبيب محمد زينه. صيادين زي السمكة، إذا طلعنا من البحر بنموت، إذا ظل الوضع هيك الصيادين كلها حتبيع مالها وحتقعد.